صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. آمنا بالله صدق الله علي العظيم. المحاضرة حول المعجزة التي عبر عنها القرآن بالآية ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. هل المعجزة تنسجم مع المنطق العلمي أم لا؟ عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى بإذن الله. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. هل هذا معقول بحسب المنطق العلمي أن الميت يعود حيا؟ موسى بن عمران عليه السلام القرآن يخاطب: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. انقلاب العصا إلى ثعبان، هل يقبله المنطق العلمي؟ القرآن عندما يتحدث عن النبي محمد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، هل يمكن أن ينتقل الإنسان بلا واسطة نقل من البيت الحرام إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ويعود إلى مكة؟ هل هذا يقبله المنطق العلمي؟ إذن المحاضرة ترتكز على أن المعجزة هل هي مما ينسجم مع منطق العلم أم لا؟ هنا عندنا محاور ثلاثة. المحور الأول: ما هي حقيقة المعجزة؟ والمحور الثاني: هل تنسجم المعجزة مع منطق العلم؟ والمحور الثالث: هل يمكن إثبات المعجزة من خلال الأدلة التاريخية أم لا؟ نأتي إلى كل محور. المحور الأول: ما هي حقيقة المعجزة؟
طبعا هنا اتجاهان. الاتجاه الأول، فيلسوف الأمريكي أراف هولاند يقول المعجزة ليست شيئا خارقا للطبيعة، المعجزة حدث نادر، حدث غير مألوف، لا أنه حدث يخرق القوانين. القوانين الطبيعية قوانين ثابتة، قوانين حتمية لا تتخلف ولا تستثنى. عندما يقول القانون بأن كل ماء تبلغ درجة حرارته 100 فإنه يغلي، هذا قانون، قانون فيزيائي، كل ماء تبلغ درجة حرارته 100 فإنه يغلي، هذا قانون لا يقبل الاستثناء، لا يقبل التخلف. إذن أين المعجزة؟ المعجزة هي عبارة عن حصول حوادث طبيعية بأسبابها الطبيعية، ولكن اقتران حادثتين قد ينتج حادثة نادرة، حادثة غير مألوفة تسمى المعجزة. بينما الاتجاه الآخر، سوينبورن هذا أستاذ الفلسفة المسيحية في أكسفورد يقول لا، المعجزة تخرق القوانين الطبيعية، ليست المعجزة مجرد حدث نادر، لا لا لا، المعجزة أكثر من ذلك، المعجزة تخرق القانون الطبيعي، المعجزة تتحدى القانون الطبيعي. كيف يمكن أن نقول بأن عود الميت حيا مجرد حدث نادر؟ هذا مو حدث نادر، هذا حدث خرق القانون الطبيعي. انقلاب العصا ثعبان، هي عصا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. انقلاب العصا ثعبان هذا مو مجرد حدث نادر، هذا خرق للنواميس، خرق للقوانين الطبيعية. إذن سوينبورن ينسجم مع كلمات علماء الإسلام، علماء الإسلام يقولون المعجزة خرق للقوانين، خرق للنواميس الطبيعية. يعني عندما ترجع إلى ابن سينا في الإلهيات، أو إلى نصير الدين الطوسي في تلخيص المحصل، الجميع يقول المعجزة خرق للعادة. ومعنى أنها خرق للعادة يعني استثناء من القانون الطبيعي. طيب الآن عرفنا المعجزة، نجي الآن إلى المحور الثاني، هل تنسجم المعجزة مع المنطق العلمي؟ يعني هل العلم يتحمل المعجزة؟ هل يمكن أن يقبل العلم خرقا للقوانين الطبيعية؟ لو خلينا نحن والعلم، هل يقبل العلم أن يعود الميت حيا؟ هل يقبل العلم انقلاب العصا ثعبانا أم لا؟ من هنا نأتي إلى هذين الاتجاهين، اتجاه الفلسفي والاتجاه العلمي. يعني كيف نرى الكون، كيف نقرأ الكون؟ هنا رؤيتان، رؤية ميكانيكية للكون. الرؤية الميكانيكية ترى الكون يعيش على الحتمية الجبرية، يعني قوانينه لا تتخلف. الرؤية هذه الميكانيكية نعبر عنها بالجبرية النيوتنية، يعني قوانين نيوتن قوانين قسرية لا تتخلف ولا تستثنى. ليش؟ يقول لك ما معقول يعني العصا تنقلب ثعبان، شيء غير معقول. ميت يعود حيا، شيء غير معقول. ليش؟ أولا
كل حادثة تحتاج إلى سبب. لا يعقل منطق الصدفة، صدفة العصا تحولت إلى ثعبان، منطق الصدفة منطق مرفوض علميا. ثانيا، لكل مسبب سبب يسانخه. طيب وين المسانخة بين العصا وبين الثعبان؟ هناك قاعدة عقلية مسلمة، لكل مسبب سبب يسانخه، يعني سبب من سنخه. مثلا بذرة التفاح، هل يعقل أن بذرة التفاح تثمر عنب؟ ما يصير، بذرة التفاح لا تثمر إلا تفاح، لازم سنخية بين السبب والمسبب. هل يعقل أن المادة المنوية للحصان تنتج ذئبا أو أسدا؟ لا، غير معقول، يعني ما في مسانخة بين السبب والمسبب. لابد من مسانخة بين السبب والمسبب. السبب عصا، المسبب ثعبان، كيف ينسجمان؟ لا توجد مسانخة بين السبب والمسبب. إذن المنطق العلمي بحسب هذه الرؤية الميكانيكية يرفض صدور المعجزة، يقول لك هذه ذكرها القرآن أو ذكرتها الكتب السماوية حكاية عن معتقدات لتلك الأقوام، أما أنها وقعت لا، هذا شيء غير معقول. زين، هذه الرؤية الميكانيكية. نجي إلى الرؤية الفلسفية. الرؤية الفلسفية تقول الكون كله أسرة واحدة مترابطة يؤثر بعضه في البعض الآخر. كيف يعني يؤثر بعضه في البعض الآخر؟ من نرجع إلى كلمات ابن سينا، وهو فيلسوف مشهور، في كتاب الإشارات والتنبيهات يقول كل حادث يحتاج إلى عامل يسهم في حدوثه. العوامل ثلاثة، إما عامل طبيعي وإما عامل ما ورائي، يعني وراء الكون وراء الطبيعة، وإما عامل روحي عامل نفسي. زين، مثلا نجي إلى ضوء الشمس. ضوء الشمس له أثر على جميع الكائنات الحية على الأرض، من نبات وحيوان وإنسان. تأثير ضوء الشمس على الحياة على الأرض هذا عامل طبيعي. زين، نجي إلى حوادث أخرى عاملها شيء ما وراء الطبيعة، يعني هناك نظام طولي. إحنا عقولنا قاصرة، إحنا مقتصر عقولنا على عالم المادة، نرى ونظن أن لا سبب إلا الأسباب المادية. نحن لقصور عقولنا ولضيق معلوماتنا لا نرى أسبابا إلا الأسباب المادية. خلاص نقول ما في سبب غير الأسباب المادية، وبما أنه في عالم الأسباب المادية العصا ما تنقلب ثعبان، إذن انقلاب العصا ثعبان شيء غير معقول، لأننا قصرنا عقولنا على الأسباب المادية، بينما هناك نظام طولي لهذا الكون. والنظام الطولي يعني كما أن هناك أسباب مادية هناك أسباب علوية، أسباب وراء الطبيعة، تلك الأسباب تتدخل في مسيرة الكون، تتدخل في عالم الطبيعة، تنتج وتسبب وتولد في عالم الطبيعة. السبب لا ينحصر في السبب المادي، هذا عامل ثاني. العامل الثالث، العامل الروحي. أحياناً الإنسان يبلغ كمالاً روحياً هائلاً يستطيع أن يؤثر في الأشياء التي حوله بسبب قوته الروحية، بسبب كماله الروحي. الأنبياء بلغوا من الكمال الروحي
والقوة القدسية في نفوسهم ما جعلهم يستطيعون التأثير في الأشياء التي حولهم من دون استناد إلى عامل طبيعي. بالقوة الروحية التي يمتلكها النبي يؤثر في الأشياء. هنا عندما يقول عيسى بن مريم عليه السلام ورسولا إلى بني إسرائيل، يعني عيسى بن مريم، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أنا، يعني أنا عندي هذه القوة، بقوة الروحية أبلغ الخصائص التي بلغها القوى التي وراء الطبيعة، القوى الماورائية، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذن الأسباب ما تنحصر في العوامل الطبيعية. هذه الرؤية الفلسفية هل العلم يقبلها؟ انتبه لي بهذه النقطة. سوينبورن الذي ذكرناه يقول نعم العلم يقبل هذا المنطق الفلسفي. كيف؟ قل القوانين العلمية، قوانين الطبيعية قسمان، قوانين كلية وقوانين إحصائية، والعلم يؤكد ذلك. فرق بين القوانين الكلية والقوانين الإحصائية. القانون الكلي قانون حتمي لا يقبل الاستثناء. أضرب لك مثال، الكون يعتمد على قوى أربع: قوة الجاذبية، القوة الكهرومغناطيسية، القوة النووية الشديدة، القوة النووية الضعيفة. الكون يقوم على قوى أربع، لولاها لتبعثر الكون. هذا قانون كلي حتمي لا يقبل الاستثناء. لكن عندنا قوانين إحصائية. شنو معنى القانون الإحصائي؟ يعني قانون ثبت بالاستقراء. طيب هو القانون ما ثبت إلا بالاستقراء، إذن هو قابل لشنو؟ للاستثناء. القوانين التي لم تثبت إلا بالتجربة وبالاستقراء من دون ضرورة، قوانين تقبل الاستثناء، تقبل التخلف، يمكن أن يخرقها حادث إعجازي. أضرب لك أمثلة على القوانين الإحصائية الاستقرائية. قانون الأول مثلا الذهب، متى يذوب الذهب؟ يذوب، يتحول إلى مائع. يذوب الذهب ويتحول إلى مائع إذا بلغت درجة حرارته 1063 درجة مئوية. يذوب الذهب يتحول إلى مائع. هذا قانون، لكن هذا قانون ليس قانونا كليا، هذا قانون استقرائي. بالاستقراء وصلنا إلى أن درجة ذوبان الذهب 1063، لكن هذا القانون قابل للتخلف، قابل للاستثناء. نجي إلى مثال آخر، القانون الثاني للحرارة. قانون الثاني للحرارة ماذا يعني؟ قانون الثاني للحرارة يعني أمرين. الأمر الأول أن انتقال الطاقة الحرارية من جسيم إلى جسيم تارة يكون تلقائي وتارة يكون محتاجا إلى الشغل. أنت تجيب ماء وتخليه فوق النار، تنتقل الطاقة الحرارية من النار إلى الماء، هذا انتقال تلقائي، زين؟ أما تأخذ ماء حار يغلي وتضعه في الفريز، تضعه في الثلاجة، زين؟ تضعه هناك، هذا الماء حتى يتحول إلى ثلج، حتى يتجمد، العملية مو تلقائية، العملية تحتاج إلى شغل، يعني تحتاج إلى عامل خارجي وهو ثلاجة تقتضي ذلك. هذا القانون الثاني للحرارة. القانون الثاني للحرارة أيضا يقرر أمر آخر، وهو انتقال الطاقة من جسم إلى جسم لا يعني أنها تنتقل بكاملها، تنتقل بجزء منها. شوف مثلا
مكينة السيارة، مكينة السيارة ما تهدر الطاقة الموجودة في البنزين كلها، إنما تهدر جزءاً منها في عملية الاحتراق. القانون الثاني للحرارة الذي هو من أسس الفيزياء الحرارية، هل هذا القانون قابل للتخلف؟ قابل للاستثناء؟ ممكن، ممكن. هو ليس قانوناً كلياً، هو قانون استقرائي ثبت بالإحصاء، ثبت بالاستقراء، فهو قابل للاستثناء. إذن انتقال الحرارة من جسم إلى جسم أمر قابل للاستثناء. من هنا يقول القرآن لما ألقي إبراهيم عليه السلام في لجة النيران، لم تنتقل الطاقة الحرارية من النار إلى جسم إبراهيم. يعني القانون الثاني للحرارة تخلف هنا، القانون الثاني للحرارة استثني هنا، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. القوانين على قسمين، ما تجي أنت تقول المعجزة ما يقبلها العلم، افهم القوانين قسمان، هناك قوانين كلية لا تقبل الاستثناء، هناك قوانين إحصائية تقبل الاستثناء، ومثلنا لهذه القوانين. إذن بحسب المنطق العلمي المعجزة يمكن أن تحدث وتخرق القوانين الطبيعية إذا كانت من قبيل القوانين الإحصائية. علماء المسلمين يقولون لا، أكثر من هذا، المعجزة تخرق القانون ولو كان كليا، ولو كان حتميا في عالم المادة قابل للخرق، قابل للاستثناء. زين، طبعا علماء المسلمين على ثلاثة آراء، التفت لي جيدا. الرأي الأول أن السبب المؤثر في حدوث المعجزة هو الإرادة الإلهية، ما نحتاج إلى واسطة أبدا، إرادة الله كافية في حدوث الإعجاز. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما أوتيتم من العلم، بعدك أنت صغير أيها الإنسان، ترى بعدك صغير، بعدك ما مشيت، أنت وين رحت؟ أنت بلغت سطح القمر، خب مو أكثر من هذا، ما زلت أيها الإنسان صغير، ما زال علمك قليل، ما زال أفقك ضيق، ما زلت لم تطلع على كل أسرار الكون وكل ألغازه وكل طلاسمه وكل مناشئ الحياة فيه. لأجل ذلك قل لا أعلم، ولا تقل أعلم أن المعجزة يستحيل حصولها، قل على الأقل لا أعلم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن الرأي الأول يقول إرادة الله هي النافذة في الكون كله، هي المؤثرة، وبالتالي لا تحتاج الإرادة إلى واسطة في حدوث المعجزة. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يعني بإرادته. زين، الرأي الثاني يقول لك لا، المعجزات سببها القوة النفسية للأنبياء، يعني الله أودع في الأنبياء والأوصياء قوة روحية قدسية، بواسطة هذه القوة يسيطرون على الأشياء التي حولهم، وببركة هذه السيطرة يؤثرون فيها هدماً بناءً تغييراً. يعني أنت عندما تقرأ في زيارة الجامعة للأئمة الطاهرين، ماذا تقرأ في زيارة الجامعة؟ بكم فتح الله، بكم يختم، بكم ينزل الغيث، بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، بكم
ينفس الهم بكم يكشف الضر. القوة الروحية لهذا الإنسان نبياً إماماً تؤهله لأن يؤثر في الأشياء التي حوله. هذا رأي ثاني. رأي الثالث، شوف رأي صاحب الميزان العلامة الطباطبائي في الميزان في الجزء الأول صفحة 72، ماذا يقول؟ يقول: وراء كل معجزة سبب طبيعي لكن مجهول. يعني لا تظن أن المعجزة حدثت بدون سبب طبيعي، لا، وراءها سبب طبيعي. حتى أبين لك هذه النقطة، الآن مثلا ولادة الإنسان، تكون الإنسان في رحم أمه، ما هو السبب؟ سبب لقاء الذكر والأنثى، يعني تلقيح الحويمن المنوي بالبويضة، بويضة الأنثى، هذا هو السبب لوجود إنسان في رحم المرأة. هل هذا سبب حتمي أو يمكن أن يحل محله سبب آخر؟ نحن لم نجد إلا هذا السبب، يعني هذا اللي سمينا سبب إحصائي، سمينا سبب استقرائي. يعني إذا استقرأنا البشرية من يوم ولادة أبناء آدم إلى هذا اليوم، قلنا هناك سبب استقرائي يقول لا يتولد الإنسان إلا بحويمن منوي ملقح مع بويضة الأنثى، ما يمكن أن يولد إلا بهذا الطريق، بس هذا سبب استقرائي. لعل هناك سببا آخر، يعني لعل العلم في المستقبل يكتشف الخلية الحية التي يتكون منها الإنسان، فإذا قام بتخليق تلك الخلية الحية يولد الإنسان، يتكون في بطن أمه، وإن لم يكن هناك لقاء بين الذكر والأنثى. نحن نشهد السبب المعروف، لكن لعل هناك سببا مجهول. ولذلك جاء عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام من غير أب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه الله من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن نحن ما عندنا نتيجة لقصور معلوماتنا، نرى السبب الظاهر، نرى السبب المعروف، لكن من المحتمل أن هناك سببا طبيعيا وراء ذلك. العلامة الطباطبائي يقول كل المعجزات وراءها سبب طبيعي. إذن قانون السببية لم يتخلف، وقانون السنخية لم يتخلف. كل المعجزات، إبراء الأكمة، إبراء الأبرص، إحياء الموتى، انقلاب العصا إلى ثعبان، كل المعجزات وراءها سبب طبيعي مجهول لدينا، المعصوم اطلع عليه ونحن لم نطلع عليه. المعصوم اكتشف ذلك السبب الطبيعي ومن خلاله استطاع أن يوجد المعجزة، يعني بعلمه اكتشف ذلك. القرآن الكريم يقول في حق النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وإنسان شلون يشوف ملكوت السماوات والأرض؟ يعني يمتلك العلم، يمتلك علما بملكوت السماوات والأرض، وببركة هذا العلم يستطيع إبراهيم أن يوجد الأشياء التي تخرق القوانين الطبيعية المعلومة لدينا. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن بناء على نظرية السيد الطباطبائي، ما نراه اليوم قانون حتمي يمكن أن نراه في المستقبل قانون استثنائي، ما نراه اليوم قانون لا يتخلف، العلم يتقدم، من الممكن في المستقبل نكتشف أنه قانون يقبل
استثناء ويقبل التخلف. زين، إذن انتهينا من هذا المحور. المعجزة لا يرفضها المنطق العلمي. نجي إلى المحور الأخير، هل يمكن أن نثبت المعجزة بالدليل التاريخي؟ طيب إحنا قلنا المعجزة أمر ممكن، بس هل يثبت بدليل تاريخي؟ يعني فرق بين الإمكان الثبوتي والإمكان الإثباتي. المعجزة ممكن أن تحصل، لكن هل يمكن إثباتها بالدليل التاريخي؟ نقل المؤرخون أن عيسى بن مريم أحيا الموتى، هل نستطيع أن نقبل الدليل التاريخي في إثبات المعجزة؟ نقل المؤرخون أن النبي محمداً عرج به إلى السماء مثلاً، بغض النظر عن سورة النجم، هل يمكن أن نقبل ذلك؟ هل يمكن أن تثبت المعجزة بالدليل التاريخي أم لا؟ دافيد هيوم وأنتوني فلو فيلسوفان أنكرا ذلك، قالوا المعجزة ما تثبت بدليل تاريخي حتى لو كانت هي أمر ممكن. في مقابلهم علماء الأديان ومنهم علماء الإسلام يقولون يمكن أن تثبت المعجزة بالدليل التاريخي. ما هو دليل هيوم في الإنكار؟ هيوم يقول تفتوا إلى أمرين. أمر الأول، الدليل الوحيد لإثبات الواقع هو الدليل التجريبي، كل شيء لم يجرب لا يثبت. الدليل في إثبات الواقع التجربة، القوانين العلمية ثبتت بالتجربة، ببركات التجربة ثبت لنا أن الماء يغلي إذا بلغت درجة حرارته 100، قوانين العلمية ثبتت بالتجربة. أما المعاجز كيف ثبتت بالتجربة؟ الدليل الوحيد الذي يثبت الواقع هو التجربة، قوانين العلمية ثبتت بالتجربة. أما المعاجز هي أمر لا يتكرر، يعني أمر لا يخضع للتجربة. إذا كان أمرا لا يخضع للتجربة ولا يخضع للتكرار، كيف يمكن إثبات أنه واقع؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنت تقول والله نقل المؤرخين أيضا دليل تجريبي، لأن نقل المؤرخين شهادات، والشهادات غالبا ما تصيب الواقع، فإذا الشهادة دليل تجريبي، والشهادة قررت أن المعجزة حصلت. يقول لك لا، لو كان المشهود بأمر طبيعي، والله جماعة نقلوا لنا حادث اصطدام سيارات، جماعة نقلوا لنا حدوث بركان زلزال في مكان، ممكن أن نقبل. أما إذا كانوا قنقلون أمرا غير طبيعي، إنسان يطير في الهواء، إنسان يسري في ليلة واحدة بدون واسطة نقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ويرجع في نفس الليلة، بما أن المشهود بأمر غير طبيعي لا يمكن أن يثبت بالنقل التاريخي. هذا كلام هيوم. في مقابل كلام هيوم نذكر ملاحظات أربع وننهي بها المحاضرة. الملاحظة الأولى، القانون مهما بلغ، كما كررنا الكلام، القانون الطبيعي مهما بلغ هو قانون إحصائي، يعني ثبت بالاستقراء، لم ينشأ عن ضرورة حتمية عقلية كي يمنع من التخلف، كي يمنع من الاستثناء. القانون الطبيعي غاية ما يقول في الظروف المشابهة لا يتخلف. يعني الآن أضرب لك مثال، الماء في الظروف العادية إذا بلغت درجة حرارة 100 يغلي، لكن خلي هذا الماء فوق جبل جليدي، الماء نفسه خليه فوق جبل جليدي، حتى لو بلغت درجة حرارته 100 لا يغلي، قابل للاستثناء. القانون في الظروف العادية
في الظروف المشابهة لا يقبل الاستثناء، لا أن القانون الطبيعي لا يقبل الاستثناء في جميع الحالات، حتى يؤدي ذلك إلى إنكار إثبات المعجزة. لاحظت شلون؟ هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية، افترض أن القانون الطبيعي قانون كلي، لكن إذا كانت المعجزة منقولة بالتواتر، التواتر يفيد اليقين. كيف يعني التواتر يفيد اليقين؟ يعني الآن مثلا نجي إلى حادثة الغدير، بعد وقت على السلة، نجي الآن إلى حادثة الغدير يقولون ثبتت بالتواتر أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في غدير قم أخذ بيد علي بن أبي طالب ورفعها وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار. حديث الغدير ثبت بالتواتر، حديث الغدير ثبت بالتواتر. يعني شنو ثبت بالتواتر؟ يعني في كل جيل، في كل 100 سنة من يوم الغدير إلى الآن، في كل 100 سنة ينقل حديث الغدير عدد كبير يطمئن بعدم تواطئهم على الكذب لاختلاف أعراقهم وثقافاتهم. فحديث الغدير حديث يقيني لأنه ثبت بالتواتر. المعجزات بغض النظر عن نقل القرآن وهو كتاب سماوي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، المعجزات معجزات عيسى، معجزات النبي محمد صلى الله عليه وآله ثبتت بالدليل المتواتر، والتواتر يفيد اليقين والجزم والقطع، فنرفع يدنا عن القانون الطبيعي بالتواتر. الملاحظة الثالثة، ترى الكون مملوء بالقوانين، احنا اكتشفنا بعضها ولم نكتشف البعض الآخر، فربما قانون يكسر قانون آخر من حيث لا نعلم. نحن نقول القانون يقول الميت لا يولد لا يرجع حيا، ربما هناك قانون كوني لم نكتشفه بعض يزاحم هذا القانون ويكسره في بعض الحالات وفي بعض الظروف بحيث يرجع الميت إلى الحياة. العصا لا تنقلب ثعبان، طيب مو أي عصا، العصا اللي كانت بيد من؟ ما قلنا كل عصا، وعصا معينة، عصا التي كانت بيد موسى. إذن هناك قانون معين، لعل هناك قانون طبيعي يرتبط بهذه العصا الموجودة عند موسى ابن عمران عليه السلام يكسر القانون المعروف ويزاحمه ويؤثر في انقلاب العصا ثعبانا. بالنتيجة الكون مملوء بالقوانين، بما أنه مملوء بالقوانين اكتشاف بعضها لا يلغي حدوث الإعجاز، لعل هذه القوانين تتزاحم وتتكاثر، يكسر بعضها بعضا في بعض الظروف وفي بعض الحالات الاستثنائية. نجي الآن إلى الملاحظة الرابعة. طيب خلاص لنفترض عندنا قوانين كلية حتمية، زين، ولكن هل هذه القوانين حتمية حتى أمام الإرادة الربانية؟ إذا أنا إنسان غير مؤمن بالله، صح، وإنسان مو مؤمن بالله، مو مؤمن أكو إرادة وراء هذا العالم، معقول. ما إذا إنسان يؤمن بالله من أي دين من أي ملة، لا يمكن أن يقبل أن القانون يقهر الإرادة الإلهية،
أو القانون يقف حائلا أمام الإرادة الإلهية، أو القانون يقف مانعا أمام الإرادة الإلهية. مهما بلغ القانون من الكلية والحتمية لا يعني أنه قانون فوق من خلق القانون، فوق من جعل القانون. بما أنه قانون من عنده تعالى، إذن لا يعقل أن يكون القانون فوق إرادة من خلقه ومن جعله ومن أسسه، لأن ما نؤمن بالتفويض. إحنا ذكرنا هذه النقطة البارحة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. هؤلاء يقولون بالتفويض. شنو يعني التفويض؟ يعني الله خلق الكون وبعدين اعتزل، قال بعد عندي تقاعد واعتزل، وصار الكون يمشي بقوانينه بدون إرادة إلهية، بدون تدخل إلهي. لذلك القانون لا يقبل الاستثناء، لا يقبل التخلف. لا، ليس هناك تفويض. إرادة الله نافذة في كل حوادث الكون من أولها إلى آخرها، بل يداه مبسوطتان. نجي الآن في الختام نطبق هذه المعجزة وهذا الدليل الإعجازي على نبوة النبي محمد. السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره في كتابه المرسل الرسول الرسالة، يثبت نبوة النبي من خلال دليل حساب الاحتمالات، وهو دليل رياضي. خلنا نطبقه في المقام. يقول: كلما كانت النتيجة أكبر من المقدمات كشفت لنا أن هناك عاملا خارجيا وراء المقدمات تدخل في صياغة النتيجة. نطبق على مثال. افترض عندك أنت طفل يدرس ثاني ابتدائي أو ثالث ابتدائي، شنو تتوقع منه عندما تقرأ مؤهلاته؟ ماذا تتوقع منه؟ طفل في ثاني ابتدائي، طفل ما مر بتجربة أدبية، طفل ليس له خبرة لغوية، طفل لم يسبق منه أن دخل عالم الشعر والأدب. فجأة وإذا الطفل يقرأ لنا قصيدة تضاهي شعر المتنبي أو تضاهي شعر أحمد شوقي، ماذا يقول الناس؟ يقول الناس النتيجة أكبر من المقدمات. مقدمات أنه طفل ثاني ابتدائي ليس له خبرة باللغة ولا بالأدب، لم يسبق له تجربة في هذا الميدان، هذه المقدمات. النتيجة أكبر بكثير من المقدمات. إذن بما أن النتيجة أكبر من المقدمات، نكتشف أن هناك عامل خارجي تدخل في صياغة هذه النتيجة. هناك شاعر بارع هو الذي صاغ القصيدة، صح؟ نجي نطبقها على القرآن والنبي محمد. النبي محمد، طبعا احنا نمشي حسب الظاهر، النبي محمد بحسب الظاهر. هذا النبي لم يدخل مدرسة، هذا النبي لم يقرأ كتب الفلسفة، هذا النبي لم يدرس عند علماء اليهود والنصارى ليكتسب منهم المعلومات، هذا النبي لم يشارك في حلبة أدب ولا حلبة شعر في الجاهلية إطلاقاً، هذا النبي عاش في مجتمع جاهلي متخلف علمياً وإن كان متقدم أدبياً. هذه هي شنو؟ المقدمات. أما النتيجة ما هي؟ النتيجة جاء بكتاب، هذا الكتاب من جهة قد جاء بقصة البشرية من يوم آدم إلى يوم النبي بشكل دقيق،
هذا الكتاب في قمة البلاغة والفصاحة التي عجز عنها كبراء القوم في ذلك المجتمع العربي. هذا الكتاب جاءنا بأسرار علمية اكتشفها العلم الحديث بعد مرور السنين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا الكتاب جاء بلائحة تشريعية قانونية تضم 700 آية تتحدث عن القوانين والتشريعات التي تنظم مسيرة الإنسان في عباداته، في معاملاته، في حركاته، في سكناته. هذا الكتاب جاء بأبلغ الحكم والمواعظ التي توجه المسيرة الروحية للإنسان. انظر النتيجة واقرأ المقدمات، قارن بين النتيجة والمقدمات. المقدمات: نبي لم يسبق له تجربة في عالم الأدب والبلاغة، لم يحضر عند مدرس ولا معلم، عاش في مجتمع متخلف. هذه المقدمات. أما النتيجة: كتاب بهذه الجامعية، كتاب بهذه السعة، كتاب بهذا الشمول. إذا قارنا النتيجة بالمقدمات نحكم عقلا أن هناك يدا غيبية تدخلت في صياغة هذا الكتاب. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن هذا هو الدليل على نبوة النبي محمد. ويبقى القرآن المعجزة الخالدة، ويبقى أهل البيت العتر المنصهرين بالقرآن، وهما الثقلان اللذان خلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لا ينفك القرآن عن أهل البيت، ولا ينفك أهل البيت عن القرآن. بين القرآن وأهل البيت انصهار وتلازم واقتران في كل الأحوال، في كل الظروف. ولذلك ترى الرأس الشريف عزل عن الجسد الشريف، ومع ذلك وضع على رأس الرمح وهو يقرأ القرآن. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قرب زيد بن أرقم من رأس الحسين وقد ذبلت شفتاه وجرت الدماء على خديه وقد أغمض عينيه إلا قليلا. يقول: وصلت عند رأس الحسين وهو على رأس الرمح فرأيته يتمتم بين شفتيه، أصغيت إليه وإذا به يقرأ القرآن. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ رأس ابن بنت محمد ووصيه، يا للرجال على قناة يرفع. الحسين بن علي رأسه يتكلم بالقرآن، لأنه بدأ مسيرة القرآن منذ أن خرج من المدينة إلى أن ختم المسيرة يوم عاشوراء وهو مع القرآن الكريم. بأبي وأمي أقبل إلى قبر جده رسول الله، وقف عليه في ظلام الليل، قال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، إن القوم يريدون قتلي، وأنا بالرغم مني خارج عن جوارك.
هرونت عيناه، رأى جده رسول الله في المنام وهو يقول له: بني حسين، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة، فبادر إلى الشهادة. ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح. ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا وحسين وحسين وحسين، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا. بعد اخبار تحرق القلب، وكأني بلئيم أصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف، يحز الودجين. وحسين وحسين وحسين، وكأني باليتامى من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القوم، وقد عز المغيث قد برى أجسادهن الضرب والسير الحثيث، بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليدين. وحسين وحسين وحسين، كأني به على بوضاء كربلاء، زينب إلى جانبه تظلله بردائها: أخي حسين، أحجاب صوني يا أبا عبد الله، محاد محاد حضر عنده وحفر قبره، ولا حد جاب كافورة وسدرة. إي والله وخيل الأعوجية وطايا يا يا وطايا يا صدرة يا 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 هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات،
واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، وارحم أمواتنا وأمواتهم. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك، واكتب له النصر والظفر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.